السبت 29/10 الجولة الثالثة من تايم أتاك مصر. زي ما انتم شايفين التراك قوي جدا، واحنا لقبنا التراك اليوم التراك الذهبي للأبطال القويين المحترمين اللي بيساعدوا على انتشار رياضة الموتور سبورت في مصر. واحنا خلصنا هيت 1 دلوقتي، وفي صراحة هنبدأ هيت 2، والتشالنج قوي جدا بين العربيات اللي هي ستوك والعربيات اللي هي المعدلة زي الجنم والسيلفر كار، واحنا بنحاول نشوف ايه المصير في الطلعة الثانية ان شاء الله. 45 متسابق اليوم، كلهم متسابقين عندهم اكسبيرينس كبير جدا، زي ما شفنا مفيش اخطاء خالص، بياخدوا الاوردرات زي الفل، حاجه جميله جدا. وزي ما انت شايف في تحدي من المتسابقين ورسمه التراك، والتشالنج ده واضح باللي احنا بنشوف المهاره بتاعه السواقين في ارض التراك. الموضوع كله في موضوع تايم اتاك، العدو الاول والوحيد ليك الوقت، انت ما عندكش عدو غير الوقت، انت بتسابق الوقت. الطلعه بتتعمل بالاوردرات اللي موجوده فيها، اللي يجيب تايم اقل هو اللي بيكون في الفئه بتاعته هو الفائز بالمركز الاول او الثاني او الثالث. الفئات دي بتتحدد، يعني انت لما تيجي بتسابق عربيه من نفس المواصفات اللي موجوده في عربيتك، في يعني عشان يكون في الموضوع فير، ان انت مش بتنافس عربيه اقوى منك او حاجه زي كده. احنا عندنا مثلا في الامامي في فئه 1600 1800 وفي 2000 وفي 2000 وبلس، كل عربيه معاك هي فيها نفس المواصفات اللي انت فيها موجوده، فبتعتمد في الاخر على الاوبشنز اللي موجود في العربيه ومهاره السائق. بطولة النهاردة هي الجولة الثالثة من جولات تايم اتاك تنظيم كابتن سامي القلاوي. البطولة النهاردة كان ليها طابع لذيذ، العدد المتسابقين كان معقول، التنظيم طبعا ممتاز كالعادة، الجو كان كويس، التزام من كل المتسابقين من فريق المارشال والتنظيم، لا حاجة كويسة طبعا، كل سبق يبقى أحسن من اللي قبليه، وده اللي دايما بنتمناه من كل المنظمين وكل المتسابقين الموجودين معانا. أهم حاجة الوسائل الأمان، السيفتي ده أهم حاجة، أمان المتسابقين، أمان المنظمين، أمان المتشاركين كجمهور، كل الناس القايمين أو مشاركين في البطولة، ده أهم حاجة بتبص لها الأمان. والحاجة التانية العدل في التحكيم، إن كل يبقى نفس القواعد متطبعة على الكل، وكله ملتزم باللوائح بتاعت السبق عشان نقدر نطلع نتيجة كل المشاركين يبقوا حاسين إن هو أخد حقه، إدى كويس فبالتالي طلع بوديوم، طلع أخد مركز، عمل حاجة كويسة تقدمه لقدام. فهو دور النادي بصفته ان هو ممثل الاتحاد الدولي للسيارات والدراجات الناريه الوحيد في مصر، ان هو بيشرف على الوسائل الامان وقواعد تنظيم السباقات من ناحيه الرياضه. الحقيقه احنا زمان كانت بطولات محدوده جدا، صحيح كانت بالنسبه لنا ساعتها كانت هايله، ولكن دلوقتي في طفره جامده حصلت طبعا. عايز اقول لك السائقين الجداد هايلين احسن مننا من زمان يعني. طيب اتاك ده يعني بصمه من في سباقات العربيات زي غيره طبعا، وكلنا بنعتز بالسباقات دي جدا لان هي دي العمود بتاعت السباقات بتاعت مصر، مش قصدي على تايم اتاك لوحده بس الباقي كمان. عايز اقول لك سباقات بره احنا مش بعيد عنهم، ولكن هم متقدمين عندنا شويه في الامكانيات شويه، يمكن اكيد واضح. فاحنا دايما في مصر الحته دي يعني عامله لنا فرامل شويه، بس احنا عايزين شويه ان احنا نسابق معاهم بره وشويه امكانيات، هنبقى زيهم باذن الله يعني وننافس اكتر منهم. شريف صقر كابتن ومدرب فريق الابطال لاكتشاف المواهب. احنا النهارده مشاركين في سباق تايم اتاك من تنظيم عم سامي القلاوي رمانه الميزان. السباق جميل وفي رسمه ما شاء الله دسمه قوي، وفي اوردرات حلوه، ومبسوطين ان شاء الله من الاجواء، وفي تفاصيل حلوه، واحنا الحمد لله النهارده مشاركين فريق مشارك باكثر من 7 متسابقين، ومن ضمنهم كمان عنصر نسائي كابتن ولاء، وفي ناس فئات مختلفه، والحمد لله زي ما انت يمكن شفت عربات الفريق عندنا، احنا السلوجان بتاعنا ملوك الستوك، فكره جات لي من كده، ان انا اعمل فريق يساعد الناس، العقبات كلها اللي انا قابلتها من اماكن السباقات فين، من ازاي اخش بعربيتي، المصطلحات ايه، من اللي انا ازاي اوصل احقق مركز واشتغل على عربيتي في ايه، فهي دي كانت فكره الفريق. فعشان كده كوننا فريق اكتشاف المواهب لعربات الستوك. والجميل كمان ان دايما لما بتقول سباقات لازم عربيه معدله واللي واللي، فده بيبقى صعب على الناس، فلا تعالى بعربيتك العاديه، اهم حاجه ما تكونش كروس اوفر او جيب، واحنا هنساعدك. وحتى لو اوتوماتيك، في ابطال معانا في الفريق اوتوماتيك ما شاء الله بيحققوا مراكز، ويمكن انت شفت ادائهم النهارده كان عامل ازاي. انا الحمد لله انا كان بقالي فتره يعني ما بنزلش قوي، بس الحمد لله يعني تراك
تراك دسم، يعني هو اللي اغراني ان انا انزل فيه ان هو تراك فيه تايم طويل شويه. الحمد لله جبت تايم حلو، يعني تايم حلو بالنسبه ل يعني بالنسبه حتى للشباب، ان هو تقريبا مفيش النهارده مفيش بنات مشاركين. سباق النهارده كان تايم اتاك، انا كنت جاي عامل شو دريفت، مش بشارك في سباق تايم، عربيه دريفت، فهم خلصت تراك ونزلت عملت شو. اليوم كان حلو الحمد لله، يعني دي عربيه شخصيه، هي العربيه المخصصه الوحيده في مصر دريفت، و هي اللي بشارك فيها كل بطولات الدريفت عامه على مستوى مصر والشرق الاوسط. بنجهز والله للسيزون الجديد 2023، بنشارك في بطولات، في بطوله تاندم اتعملت من فتره كده في الساحل، مستنيين الجوله الثانيه منها، فبنجهز العربيه للبطوله دي ان شاء الله تبقى حاجه يعني كويسه باسم مصر يعني.